الجائحة، جائحة كورونا التي أصابت العالم، كان لابد لنا من أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نتفكر في التعاطي مع هذه الجائحة الكبرى. هذه الجائحة أصابت آلاف مؤلفة من أبناء فلسطين وبالذات من أبناء محافظة الخليل، وصل العدد للمصابين بكورونا في محافظة الخليل بالذات إلى تقريبا 10,000 حالة. ولمواجهة هذه الجائحة كان لابد من أن يكون هنالك تدخل كبير في مواجهتها، ونحن بدورنا في الجمعية الخيرية الإسلامية رأينا أن يكون لنا دور فاعل ومؤثر ودور وقائي كبير في مواجهة هذه الجائحة حتى نمكن الناس من أن يحيوا حياة سليمة بعيدة عن هذا المرض الفتاك الذي قتل مئات الآلاف من البشر وأصاب الملايين من البشر. فنحن واجهنا هذا بأن نقدم حقيبة وقائية لمئتي أسرة في المدينة حتى تواجه هذه الأسر هذه الجائحة بالإمكانيات الصحية الصحيحة والسليمة، وتتمكن من أن تقفز عن هذه الجائحة وأن لا تتأثر بهذه الجائحة. وحيث أن مدينة الخليل من المدن التاريخية العظيمة والكبيرة، وكذلك البلدة القديمة في مدينة الخليل تعتبر هي المركز الرئيسي لمدينة الخليل وتحوي الحرم الإبراهيمي الشريف، لذا قمنا بتعقيم المنطقة بشكل كامل، تعقيم الحواري والطرق والأزقة والشوارع المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي الشريف حتى يتمكن المواطن أن يذهب إلى تلك المواقع والذين يعيشون بها أن يحيوا حياة بعيدة عن الإصابة والتعرض للإصابة. ولمواجهة جائحة كورونا ولتمكين الإخوة المواطنين الذين وقع عليهم الحجر نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، كان لابد من توفير وجبات طعام لهم لمواجهة هذه الجائحة ولتمكينهم من أن يحيوا حياة طيبة وكريمة. وبالفعل قمنا بتوفير 1110 وجبات طعام لهذه الأسر لمواجهة هذه الجائحة. قمنا بتوفير 100 دولار ل50 أسرة، وزعت هذه المعونات الاقتصادية المالية عليهم لمواجهة هذه الجائحة وحتى نمكنهم من أن يحيوا حياة طيبة وكريمة في ظل هذه الأوضاع العصيبة. ولمواجهة هذه الجائحة وحيث أن الجمعية الخيرية الإسلامية لديها آلاف الطلاب وعدد من المدارس، كذلك قمنا بتعقيم هذه المدارس التي ترعاها الجمعية الخيرية الإسلامية، وقمنا بتوفير موازين حرارة حتى يتم التعاون مع الطلبة القادمين إلى هذه المدارس بالفحص والمتابعة حرصا على سلامتهم وعلى سلامة المجموع العام لطلاب الجمعية الخيرية الإسلامية ولطلاب الأيتام في مدينة الخليل. كذلك قامت الجمعية الخيرية الإسلامية بعمل برموهات توعوية صحية جمعت فيها الإرشادات الصحية الضرورية التي من الواجب أن يتم بثها للإخوة المواطنين. وبالفعل الجمعية بعد أن قامت بعمل هذه البرموهات وفق الطرق الصحية الصحيحة والمتبعة عالميا، قامت ببثها عبر مواقع الجمعية الخيرية الإسلامية على المواطنين حتى يتمكن المواطن من مشاهدتها والأخذ بما أتت وبما تضمنت من تعليمات صحية وإرشادات طبية. وهذا المشروع الكبير والعظيم الذي قدم ما كان ليقدم بهذه الحلة لولا الدعم الذي تلقيناه من إخواننا في مؤسسة أمان فلسطين في الدولة الماليزية، فلذا أقول لهم بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، سائلا العلي القدير أن يمكنكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يديم عليكم الأمن والأمان والهدوء والاستقرار، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.